بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الرياض في أحد برامج تعليم الأوتوكاد للـ2D. المفروض إن أنا عايز أعمل مجموعة من الطبقات، طبقة في أعمل بيها يعني في هنا حياة اسمها رياض طبقات. في طبعا أهداف من وجود هذا الأمر، يعني أنا بدوس على حياة اسمها رياض هنا اللي هو فهنا ليير بروبرتيز مانجر، يعني الدايلوج بوكس ده اسمه ليير بروبرتيز مانجر. طيب انا عندي طبقه اسمها زيرو، الطبقه دي لونها مكتوب هنا اللون مثلا وايت، وايت دي معناها اسود، بس انا عشان الباك جراوند على الشاشه ابيض فما هو ده هو اسود، هو الخط العادي. يعني لو انا عملت عليه كلر، ما هو يعني عندي ثلاث خصائص: لاين تايب، لاين كلر، لاين ويت. كده الكلر انا بختاره من هنا، انا هسيبه زي ما هو. مثلا نوع الخط تايب مكتوب كونتينوس، انا هسيبه زي ما هو. مثلا اللاين ويت، يبقى انا عندي لاين تايب في حاجه اسمها لاين ويت، يعني ايه؟ سمك الخط. فانا من هنا اخلي سمك الخط ده وليكن 35% مثلا، او 7 من 10، او 5 من 10، زي ما انا عايز. وادوس على الزرار هنا، لو دوست عليه اسمه نيو لير، اختصار الت ان نيو لير. لما ادوس عليه اعمل طبقه جديده وليكن اسمها سنتر. فالطبقة سنتر انا عملت هنا الكلر مثلا عايز لونه احمر السنتر ده. طيب نوع الخط بقى بدل ما هو، طب انا ما عنديش باين هنا قدامي غير حاجه اسمها كونتينوس، من كلمه لود ادوس عليها واختار انواع مختلفه من السنتر. مثلا ممكن يبقى سنتر، لاحظ ان شرطه كبيره شرطه صغيره، ممكن يبقى سنتر شرطه كبيره شرطه صغيره بس مقاس ايه صغير، وممكن يبقى حاجه اسمها داش دوت 2 اصغر، يعني على حسب الرسم كبير ولا صغير. فممكن لو ناخد يبقى انا عندي ايه وفي حاجه داش دوت اكبر سن، يبقى انا عندي كام خط ممكن اعمله سنتر: 1 2 3 4، وفي هنا سنتر برضو اسمه RX2 ده كبير شويه، هنعمله سنتر 2 مثلا. اوكي طيب، واختار هنا سنتر 2 واقول اوكي. يبقى بعد كده سمك الخط بقى السنتر ده انا عايزه خفيف، يبقى 15% مثلا. بعد كده هدوس على ايه نيو لير مره اخرى، اعمل مثلا طبقه اسمها هيدن. الطبقه دي اللي هي الخطوط المختفيه مثلا هختار لونها مثلا ازرق بلو، وهنا بختار هنا نوع الخط بلود، في حاجه اسمها داش 2 ده نوع خط، وفي حاجه اسمها هيدن 2 يعني داش 2، وفي حاجه اسمها قدام شويه كده هيدن وهيدن 2، في هيدن وهيدن 2. يبقى انا مختار ممكن اختار هيدن او هيدن 2 او داش 2. لما هلاحظ ان ايه ان انواع الخطوط دي في داش وفي داش 2 وفي هيدن وهيدن 2، يبقى عندي 4 انواع من الخطوط ممكن اعملهم للداش، اختار واحده منهم مناسبه على حسب حجم الرسم بتاعي كبير او صغير. ممكن اختار داش دي 2 اكس مثلا لو انا عايزها مثلا كبير او صغير، حجم الرسم كبير او صغير اختار داش ده دي نوع الخط. السمك بتاعه مثلا اخليه اكبر شويه من السنتر واخليه مثلا 20 من 100 من ملي. بعد كده اختار طبقه ثانيه واسميها مثلا هاتش، هاتش دي اللي هو تعشيل لو انا عايز اعمل تعشيل، واختار طبقه من هنا الهاتش، واختار مثلا اللون بتاعها مثلا ماجنتا، ونوع الخط هنا اختار كونتينوس لان الهاتش بيبقى كونتينوس، ونوع سمك الخط ممكن اخليه خفيف لان الهاتش بيبقى خفيف 15%. طيب ممكن اعمل طبقه ثانيه اسمها دايمنشن، اختصرها بدي اي ام. الدايمنشن عايز لونها اسود عادي، ممكن اعمل لها اخلي كونتينوس برضه خط، ممكن اخلي الخط دايمنشن بقى عايزه ارفع حاجه، فبختار حاجه اسمها ديفولت ارفع سمك ديفولت. وطبعا في ممكن اعمل طبقه اسمها فانتوم، الطبقة دي ممكن اختار ليها اي لون تاني وليكن لو عايزين مثلا درجة من درجات الاحمر مثلا،
ممكن اخليه نوع الخط ده، اختار نوع الخط اختار خط اسمه ايه، فانتوم 2. الفانتوم ده اللي هو خط شرطتين تقريبا في فانتوم 2، واقول اوكي. الخط ده عشان سيكشن في قطاعات يعني، وادوس اوكي. طبعا لو عايز احط طبقات اخرى، لو انا مثلا في رسم معماري بعمل مثلا الدايره، الدوائر الكهربائيه، مثلا دوائر التكييف والتبريد، الاساسات الى اخره، بعمل كل طبقه فيها حاجه مختلفه تبين دايره من الدوائر او شكل من الاشكال، ويبقى مستقل. طيب انا بقى ايه بعمل ايه بقى؟ لو انا دوست على السهم ده ابتدى تظهر الطبقات اهي. فانا لو الطبقه الاولانيه اعمل زي مثلا مستطيل، هاي الطبقه الاولانيه، بقف على الطبقه، حاجه من اتنين، يقف على الطبقه يعمل ايه سلكش على الشكل بعد ما اعمل الطبقه واحط في الطبقه اللي انا عايزها مثلا فرضا يعني. طبعا انا ايه هختار ابعاد صغيره، هكتب ريكتانجل واكتب مثلا مئات 100 في 100. ازوم عليه عشان يبقى رسم صغير كده، وابتدي بقى ايه، انا عملت سيلكشن عليه واختار نوع الخط وليكن سنتر، هلاقي اتغير. انا ممكن بغير اهو الايه الهدف من كده ايه، اعدادات الخاصه من هنا اللي هي بروبرتيز، ممكن اللاين كلر مثلا، او اللاين تايب ويت، لاين ويت يعني السمك، او لاين تايب نوع، ممكن احطها من بروبرتيز. بس هقعد كل ده كل مرة اعمل خط او دايرة او منحنى او شكل ابتدي اغير له، لا ده انا ايه برسم وبعدين في الاخر اغير ان انا اختار اللايرز. بيبقى يفضل ان انا اقف على اللايرز الاول وبعدين ابتدي ارسم الشكل اللي انا عايز ارسمه مثلا كده. مثلا عايز اقف على حاجة اسمها هيدن وارسم شكل وليكن إليبس مثلا. يبقى انا كده انواع الخطوط عملت كده. ممكن في الهيدن لو انا عايز اعمل مثلا حاجه هيدن او شكل هيدن مثلا. طيب لو انا عايز اعمل هاتش، هقف على طبقه اسمها هاتش وعامل من هنا حاجة اسمها هاتش، واختار مثلا حسب نوع الهاتش اللي انا عايزه، اللي هو بختار مثلا في خيارات كبيرة من هاتش، فانسي 31، اختار المنطقة دي واعمل فيها الهاتش. الهاتش بقى ايه، ممكن اخليه السكيل بتاعه 2 يبقى واسع، ممكن اخلي الزاوية بتاعته 90، اغير زاوية الميل، وانا عملت كده هاتش. طب ايه الطبقات بقى بتفيد في اولا حتة الخصائص اللي هي البروبرتيز بتاعت اي خط انا بقى جاهز. حاجة تانية ان انا ممكن اظهار او اخفاء، يعني انا لو دوست من هنا على الطبقة اللي اسمها هاتش دي ودوست على اللمبة اللي هي ايه تيرن اوف، تيرن اوف اي اختفت مش باينة. عايز اظهر تاني طبقة تانية الهيدن مش باينة، مثلا الطبقة اللي اسمها فانتوم ما عملتهاش سنتر مش باينة، الزيرو اظهرهم مرة تانية. يبقى انا ممكن اظهار واخفاء بعض الطبقات حسب الرغبة، وخصوصا لما تكون الرسمة ايه كبيرة. ممكن اعمل لوك لطبقة ان لا يستحيل ان احنا اعمل فيها تعديل، يعني مثلا في اساسات ممنوع مهندس الديكور يغير فيها زي اعمدة في جسم المبنى، فبيعمل عليه لوك. يعني مثلا لو انا عملت لوك على الطبقة دي بقت القفل اهو، اجي اختار الطبقة دي واقول ديليت ما بتتمسحش. انما لو انا اللوك ده لغيته وعملت سيلكت على دي وعملت ديليت، يعني عملت عليها سيلكشن وعملت ديليت، هتمسح. يبقى انا كده اللي
ده اسمه لوك. زائد ان ايه بقى في الطبقات، انا مثلا في طبقه عايز اطبعها وطبقه ما تطبعش، في هنا حاجه اسمها براند بلوت. البلوت طالما باين علامه البلوت هنا يبقى الطبقه دي هتطبع. لو انا عملت طبقه عايز مش عايزها تظهر زي دايمنشن مثلا ما تبانش، اي ما تبانش يعني ايه، او طبقه زي مثلا الهاتش المختلف او الهيدن المختفي، فالطبقه دي لما اجي اطبعها طبعا ما تظهرش. يبقى انا كده خدت فكره عن كيفيه عمل الايه الطبقات في اللي هي يعني في برنامج الاوتوكاد.